سيادتك على وزير الدفاع عفة التحسيسي، وهو كان زميلك في الوزارة، وشال على كتافه 30 يونيو. ما هو يعني انا كنت دايما الاحظ ان هو ما بيتكلمش كتير، بس بلاحظ ان هو بيكتب مع اجنده صغيره كده يكتب فيها. لما نيجي نتكلم عن التعليم يبقى جاي من عنده معلومات، احنا محتاجين كم مدرسه، المدرسه هتكلف قد ايه، ومباني وتجهيزات قد ايه، ومدرسين ايه وبتاع. مثلا مره كان عندنا كان المهندس طارق وفيق كان في حكومه الاخوان عارضين، جاي عرض مشروع لتنميه سينا، احنا هنفتح مجالات كتير، عارض جايين عاملين اتكلم وجاي برزنتيشن على تطوير سينا، هنعمل ايه في الضفه الشرقيه وهنعمل ايه في سينا، المشروع الشهير. فهو وزير الدفاع في الوقت ده سياده الرئيس عبد التحسيس لما خلص سابه وخلص قال له يا جماعه سينا مسؤوليه القوات المسلحه، احنا عندنا مشاكل على الحدود والقضيه دي مش عارفين هتنحل امتى، وعندنا مشاكل غزه اللي فيها اللي ما تزيدش مساحتها عن 300 كيلو وفيها 2 مليون وبيزيدوا جدا، هتبقى عبر كده بالظبط التعبير، هتبقى زي الحله البريستو اللي هتنفجر. هتنفجر فين؟ هتنفجر علينا. سيبونا نقدم رؤيتنا لتطوير سينا، وخلوا قضيه سينا دي مسؤوليه تتعلق بالامن القومي. مسؤوليه سينا مش مجرد تنميه فقط، ده حمايه وتامين، ودي بوابه المخاطر كلها القادمة منذ التاريخ تأتي من هذه المنطقة، فخلوا هنعمل التنمية بس في نفس الوقت يبقى عندنا رؤية لتأمين هذه المنطقة. كويس. والأسبوع القادم احنا هنعرض وجهة نظرنا. احنا كنا دايما نجتمع في وزارة الاستثمار، فالاجتماع الآخر احنا كنا بنتنقل عشان خايفين من، مش خايفين يعني، كانت البلد فيها قلق. مظبوط. كنا نروح مجلس الوزراء مرة ونلاقي الدنيا مقفلة، فكنا نروح في اجتماعات وزارة الاستثمار، وفي المرة في المرة دي بقى المرة دي بيكون في وزارة الطيران اللي هي قريبة من المطار، وجه معاه اتنين من المتخصصين في التكنولوجيا المعلومات وعرض وجهة نظره في تنمية سينا والضفة الشرقية والغربية والمشروعات اللي بتنفذ على منطقة القنال وفي وسط سينا وفي شمال سينا، وقام خبط على الترابيزة كده وقال سينا مسؤولية القوات المسلحة فقط، هم ما كانوش يعني كان عندهم جبن في المواجهة ما علقوش، لكن طبعا هم بيضمروا مشاعرهم الداخلية، لكن هو كان شديد جدا في يعني ساب الناس اللي بيشتغلوا، هو اضاف بعض الملحوظات واتكلم، وفي الاخر سينا تنمية سينا مسؤولية القوات المسلحة، انتوا ممكن تساعدونا على ده، لكن القوات المسلحة، لان قضية سينا مش تنمية اقتصادية ولا اجتماعية فقط، قضية سينا قضية امن قومي، ودي اخطر بوابة على الحدود المصرية.